بطيه صغر منه بعشر ايام هو. يا محلى شعره. وين يا استاذ ماشي معاك القبعة بتاع الفرنسيس؟ منظرك تقول تاكسي. الحق في انا اللي ما نقراش وجاي هنا نغير لكم في جوكم. ان شاء الله تسقطوا يا فروف الكلب، اني ماشي وقعدوا فيها. اهو جاء وجه الكوع. الباين طرحاته يشري فيهم من مدهش. الاستاذ مسكين، هذا هو اللي طردوه. احسن عشان مره ثانيه تنتبه للحصه ما عاد تشبح باللبنان. اركب شنقه عاد تشبح. خيرك جاي هيك تهز في راسك لوطه هيك تقول شارب بيره انت ولا؟ والله يا صاحب الاستاذ طردني من المحاضره بلا سبب. شني؟ وين استاذكم هو؟ وريهولي. هذا اللي يمشي ولابس جاكة سوداء. هذا اللي اصلع لي طردك. ايه ريت شايف روحه هو راسه تقول كوكب مكتشفيننا امس. والله بهدني يا صاحبي. شن رايك نسرق السيارة متاعه ونديروا بها هجولة؟ ايه عادي، ايه ما فيش مشكلة. اي خليك راجل، ايه خليك راجل. ايه راجل باهي. تو اقول لي كيف بتدير. توني عندي خطة سرية بنلحقوه لبيته. باهي باهي كيف الخطة هذه؟ ما هو كان قلتها لك ما عشان بتقعد سرية يا راجل، سكر فمك واسكت. باهي خلاص اسف. يا عنادي لا تذكرني بماضيك. عندك اغاني راب؟ ايه عندي الغنية هذه متاع بالعيد السليطاني، غنية راب مليحة تحكي كيف تولي داعشك وكيف الدواعش وغسلوا لك دماغك. فكرة الارهاب هي اساس يكرهوك في الاسلام. الدواعش في سيرة كانوا قصوف الروس، خلى نعيلهم فيها المجول بنية المرسوس. ومش هيك بس جاء جيش الكرامة يقتل في الدواعش قلت يا ليبيا بالسلامة. هربت من ليبيا لسوريا نزل في البصرة نحارب ضد بشار وجيشه معاه. جبهة النصرة كل يوم يعطوا فينا فلوس باش ما ننسحبوش. لقيت روحي داير ثورة من حرب الجيوش، ما بيتش نخسر نفسي قلت لازم الارهاب نسيب. جيت للسعودية عارف شعبها طيب، كونت فيها اصحاب وبديت نتاجر في الحرام وقتلت اكثر من 50 شرطي. زي ما فهمتك تمام. كان شدك سامحني يا رب ندير روحي ما نعرفك. اسكت اسكت. باش تعرف قيمة الشعر معاش تخسره مرة تانية. هم جوني في مقري فتحوا علي النار قتلت نصهم الشعب سماني اسكوبار. الشجاعة من المختار والهروب احجار انحل. واحد ضد مية قسم مضرب والله ما تنحل. سرقت وتاجرت بالنطير ومش بكتير. سينيور ريسبكتور سين تاتي ترانكيلو. سم العقارب واللي باعش ربه وسم الصبايا.